موضوع فقرتنا لليوم هو مرض صامت، بيبدأ بتدمير الخلايا داخل الجسم دون أي إنذار، ولكن بتظهر علاماته إلا بعد ما بتظهر علاماته إلا بعد فترة متأخرة جدا من انتشاره داخل الجسم. وهذا المرض هو موضوع فقرتنا لليوم، هو سرطان البنكرياس. يا سلمى، صحيح عفاف، مثل ما قلتي في كتير أوقات بتقول الدراسات أنه مو سهل أنه صحيح. يتم اكتشاف هذا الشيء، ولكن أيضا في دراسات تانية قالت أنه يمكن يكون الشعور بالعطش أو تغير لون البول إلى أغمق من اللون الطبيعي وغيرها من المؤشرات، ممكن تكون مؤشرات تدل على وجود مشكلة مثل السرطان أو غيرها. ولكن أيضا الحديث عن أنه هل يا ترى بعد اكتشاف هذا الموضوع هل في أمل للشفاء أو لا؟ كثير من الأسئلة بتخطر على بال الناس، واليوم تحديدا رح نحكي عن كل التساؤلات حول مرض سرطان البنكرياس مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور حسن عبد القادر حسن، وهو اختصاصي بعلاج الأورام. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف على هذا المرض، يمكن أنه من خلال الحديث عنه والإشاعات عنه أنه هو صنف أخطر أمراض السرطان، اليوم بدنا نعرف هاي الإشاعة صح ولا لا، ونعرف عن مرض سرطان البنكرياس. سرطان البنكرياس هو مثل أي سرطان آخر، عبارة عن انقسام غير طبيعي في خلية يؤدي إلى تكاثر غير طبيعي أيضا وغير مضبوط من قبل الجهاز المناعي، يؤدي إلى تشكل كتلي ضمن غدة البنكرياس. الآن إذا بدنا نحكي نحن عن سرطان البنكرياس لازم نفهم غدة البنكرياس شو مهامه وشو وظائفه. غدة مهمة موجودة في الجسم، لها توضع جغرافي مهم في أسفل المعدة بجانب الكبد، مشتركة مع القناة الصفراوية، فإذا هناك لها تأثير على باقي الأعضاء أيضا وليس فقط تأثير كغدة لحالها، مسؤولة عن إفراز الأنسولين، ضبط أنزيمات الهضم، إفراز بعض المواد المساعدة على الهضم. كل هاي القصص بتخلينا نكتشف أهمية هاي الغدة، وبنفس الوقت بتعطينا مشعرات معينة باضطرابات بهذه الوظائف لاكتشاف مبكر لسرطان البنكرياس. سرطان البنكرياس ما زال إلى الآن رغم تقدم العلم من التحديات الصعبة اللي بنواجهها بيومياتنا الطبية كمعالجين للأورام السرطانية، لأنه هو عبارة عن مرض صامت وأعراضه قد تكون متأخرة، ولكن كلمة أنه ما زال مرض غير شافي أصبحت تتراجع شوي شوي الحمد لله نتيجة تقدم العلم والتقنيات الطبية التي تؤدي إلى اكتشاف مبكر وتؤدي إلى علاج وشفاء إن شاء الله. هدول النقطتين المرتبطات مع بعضهم. يعني اليوم فينا نقول أنه الدراسات اللي حكينا عنها بالمقدمة اللي هي تغير لون البول أو حتى نسبة العطش هي من المؤشرات اللي ممكن تكون تماماً. وخصوصا أنه نحن دائما بنربط أي شيء بالبنكرياس مثل مرضى السكري بيتنبهوا لما بصير بيتبولوا زيادة أو بصير عندهم تشفاف بالفم، فهذا الشيء ممكن يخليهم أنه هن يشكوا مرضى سكري وبعدين صحيح. هل ممكن يكونوا من المصابين؟ صراحة ممكن إذا كان في عندي إصابة لمرض سكري مفاجئ بالرغم من عدم وجود قصة عائلية أو مؤهبات لمرض السكري، وفجأة صار عندي مرض سكري، هذا بخليني راجع الطبيب وخليني شك أنه في مشكلة بالبنكرياس. أو مرضى سكري عم يتعالجوا من بعض الضوابط الفموية وبعض الحبوب البسيطة، لقوا أنه عند السكري عندهم وما عاد يتعالج وما عاد ينضبط لا على حب السكري أو الأنسولين أو المعوضات الدوائية الأخرى، وصار في صعوبة بالكنترول عليه، بخلينا نشك أيضا أنه صار في عندي مشكلة بالبنكرياس. الأعراض كثيرة، لأنه أنا قلت أنه هي غدة لها موقع محاط بجملة عصبية مهمة، ضفيرة عصبية مهمة، وأيضا يؤثر على الأنزيمات الهضمية، فإذا ممكن يكون له أعراض هضمية مثل العطش، الألم، المضض، عسرة هضم، إسهالات، تغير لون الخروج أو تغير لون البول بسبب التأثير على البلوروبين وارتفاع نسب البلوروبين بتأثيره على القناة الجامعة طبعا بتأثير ديناميكي، وأعراض أخرى قد تكون مبهمة يعني غير معروفة السبب، أنه ممكن يجينا المريض بحكي اصفرار لون العينين مثلا إذا كان في ضغط على القناة الجامعة، تغير لون الجلد، تكسر أظافر، الأعراض كثيرة. المهم من هذا الكلام نحن نعرفه أنه إذا بصير في عندي أعراض مبهمة غير معروفة السبب المباشر يجب مراجعة الطبيب والتنبه إلى مشاكل البنكرياس من خلال التحاليل، الصور، الإجراءات اللي بدنا نعملها، ورح نحكي هلأ عن طريقة الكشف المبكر وهي طرق بسيطة يمكن اتباعها إن شاء الله.
دكتور، حكينا بالمقدمة أنه صار في دراسات علمية حول هذا الموضوع، الكشف المبكر أو علامات تحذيرية ممكن تكون بمراحل مبكرة، شو رأيك بهذا الموضوع؟ والله نحن دائما في سياق المراقبة والمتابعة ننصح مرضانا بإجراءات معينة من تحاليل معينة. بداية إذا كان في عندي قصة عائلية أو قصة وراثية لتعدد الإصابات سرطان البنكرياس بالعيلة، هدول الأشخاص لازم يديروا بالهم ويعملوا هاي الفحوص هاي الفحوص والتحاليل بشكل دوري. إيكو بطن بيفرجيني غدة البنكرياس، تحاليل للسكر وتحليل الدم المباشر وتحليل الدم العام السي بي سي وبعض خمائر الكبد، وظائف الكبد ووظائف الكلية، مراقبة البلوروبين، كل هاي التحاليل مهمة جدا بالنسبة لنا. الحالات شوي متقدمة بنصير منراقب بطبق محوري أو حتى مرنان للبطن والحوض للتأكد من حجم وشكل كتلة البنكرياس. في بعض التحاليل بنسميها نحن الواسمات الورمية اللي هي CA19-9 وCEAA، هدول بنعملهم للناس اللي هني هاي ريسك، يعني خطورتهم عالية للإصابة بسرطان البنكرياس أو في عدة قصص عائلية متكررة، نطلب منهم أنه يعملوا هذا التحليل بشكل دوري CA19-9، هيك اسمه الواسم الورمي الخاص بالأورام الهضمية وخصوصا بالبنكرياس، بيعطيني مشعر حقيقي لمتابعة مرضى البنكرياس أثناء العلاج إذا كانوا مشخصين أو لمريض شاكك أنه في عنده إصابة ببنكرياس أو كتلة بنكرياس. طبعا ليست كل كتل البنكرياس هي كتل سرطانية، ويجب التنبه إلى هذا الموضوع، لأنه أحيانا في عندي كتل ليفية، في عندي أحيانا كيسات بنكرياسية بنسميها كيسة بنكرياسية حقيقية أو كاذبة، وفي عندي كتل ممكن يعني تكون عدة أنواع من السرطان، ليس بالضرورة أنه هو يكون السرطان الأخطر. أخطر أنواع السرطان في البنكرياس هي الأدينوكارسينوما السرطان الغدي، والنيورو اندوكراين تيومر أو نسميه نحن الورم الغدي الصماوي أو الورم البنكرياس الصماوي. هدول النوعين الأكثر شيوعا واللي بيكون متابعتهم وعلاجهم أصعب من غيرهم. ممكن يجي لينفوما، يعني هو سرطان دم بس بيجي بقلب البنكرياس، علاجه ممكن يكون بسيط إذا كان هوتشكين أو نان هوتشكين، وبكون من النتائج الشفائية التي تصل إلى 80% و90% من حالات الشفاء. إذن ليست كل حالة ورمية في السرطان هي حالة خطيرة، هي حالة متقدمة، هي حالة غير شافية، لا، في عنا درجات، في عنا أنواع، وفي عنا مراحل. نعم. طيب دكتور، ما أنه حضرتك حكيت أنه نحن أصلاً عنا درجات لهذا الورم، في حال تم اكتشافه أو تشخيصه أنه الشخص مصاب بسرطان البنكرياس، المراحل الثانية التي تليها لحتى تقدروا تتحكموا وتعرفوا هو بأنه مرحلة، كيفية العلاج؟ في كتير ناس بتفكر أنه السرطان معناته بدي أعمل عملية استأصل فيها وعندي علاج كيماوي وعلاج شعاعي وما إلى ذلك، وفي ناس بتقول أكيد بدهم يحددوا لي عدد معين، يعني أنا بدي شهرين أو ثلاثة أو ست شهور وهكذا. تماما. الآن نحن تحديد المرحلة النسيجية يكون بداية بإجراء خزعة قولا واحدا، لا يشخص مرض السرطان إلا بخزعة، ولا يمكن التكهن فيه أو بطبيعته أو بنوعه إلا بإجراء خزعة من هذه الآفة الموجودة في جسم البنكرياس أو ذيل البنكرياس أو رأس البنكرياس. وبعدها منحدد شو هي المرحلة السريرية، هل هي مرحلة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. إذا المرحلة النسيجية تحدد بخزعة، والمرحلة السريرية تحدد بالصور والتحاليل. إذا كانت الآفة مفردة بحجم معين ضمن جسم البنكرياس أو ذيله أو رأسه، ولا يوجد انتشارات خارج إطار البنكرياس أو ارتشاحات بالمحيط، فنحن ما زلنا عم نحكي عن مرحلة سريرية أولى، ويمكن علاجها بالجراحة والعلاج الكيميائي المتمم حسب النوع وحسب الشكل. إذا كان في عندي انتقال إلى العقد المحيطة أو إلى أعضاء محيطة، هون نحن بصرنا بمرحلة سريرية أعلى، ثاني، ثالثة، رابعة. صراحة إذا بدنا نحكي عن البنكرياس بالخصوص، الحالات الشفائية بتكون بالمرحلة الأولى والثانية، يعني في حال إمكانية إجراء العمل الجراحي. العمل الجراحي تبع سرطان البنكرياس ما هو سهل، عملية كتير كبيرة اسمها ويبل، يتم فيها استئصال جسم البنكرياس مع رأس البنكرياس أو حسب مكان الإصابة، مع جزء من الكبد وجزء ومع الطحال، مع جزء من المعدة. تخيلوا، لأنه بدي أعمل محيط أمان باستئصال الجراحي لحتى ما يصير في عندي نكس قريب واستئصال كامل العقد اللمفاوي. عقابيل العملية الجراحية أحيانا بتكون أخطر من المرض بحد ذاته، ولكن يعني يجب التنبه إلى، وفي الحمد لله رب العالمين عمليات ناجحة جدا من هذا النوع عند اكتشاف المرض بكتل صغيرة. أحيانا نلجأ إلى إعطاء علاج بنسميه نيو أدجوفنت، ما قبل جراحي، لتصغير حجم الآفة، للسيطرة على العقد المحيطة والوصول إلى عملية أبسط. إذا كان العمل الجراحي صعب بسبب
ارتشاح الورم أو زيادة حجمه أو انتقاله إلى أماكن بعيدة، هون الخيار بيكون فقط بالعلاج الكيميائي وحديثا بالعلاج المناعي من خلال معرفة الطفرة التي أدت إلى تكون هذه الآفية. العلاج الكيميائي هو العلاج اللي نحن كلياتنا بنسمع عنه، واللي هو العلاج الكلاسيكي، في مرضى بيستفادوا عليه وفي مرضى للأسف ما بيستفادوا عليه. وفعلا يعني إذا بدنا نجي نحكي نحن جايد لاين أو شو بتقول الكتب، بتقول إنه هذا المريض وضعه هيك، فمتوقع الكواليتي اوف لايف تكون هيك، والبروجريشن فري سيرفايفل او مده الحياه هيك. فهذا الموضوع هو دراسات علميه، بس يعني رب العالمين دائما اكرم للجميع، وفي عندنا مرضى يعني عاشوا فترات طويله بحياه جيده رغم وجود المرض بشيء اعلى من الدراسات العلميه. هلا بالنسبه للتطور فيما يتعلق بالموضوع العلاج المناعي، صرنا نعرف من خلال بعض التحاليل بنسميها مثلا NGS Next Generation Sequencer او المايكرو اري، نعرف من خلاله شو هي الطفره التي ادت الى تكون هذه الافه عند هذا الشخص، ومنعطي علاج لهي الطفره او لهذا المشعر او جهاز المناعي من حفزه لحتى يقدر يسيطر على الورم، عم تكون النتائج كيوراتيف شفائيه بالرغم من انه ورم سرطان بنكرياس انتقالي من دون جراحة. من دون جراحة. العلم عم يتطور، عم نشوف نتائج رائعة، نأمل من الله أنه توصل هاي الأبحاث وهاي الأدوية لعنا بشكل دوري، والحمد لله رب العالمين شوي شوي عم نقدر نجيب هاي الأدوية ونقدر نطبقها عنا بالبلد. حالات قليلة صحيح استفادت، ولكن دراسات العالمية مبشرة جدا. طيب أنه في نتائج كبيرة. ذكرت أنت بالبداية أنه نحن لازم كتير كيف بدي لك انه العامل الوراثي هو اللي عامل المسبب الاكبر خلينا نقول لهذا سرطان البنكرياس. طيب نحن اليوم فينا نوقي حالنا حتى لو كان العامل الوراثي او في حدا من العائله موجود عنده هذا المرض، في طرق وقايه ممكن نحن صراحه العامل الوراثي هو احد العوامل، هناك عوامل كثيره مؤهله لسرطان البنكرياس، واللي أشياء يعني إحنا بنعرف إنه التدخين سبب مباشر ومثبت علمياً، الكحوليات سبب مباشر ومثبت علمياً، لأنه بتؤدي إلى التهاب بنكرياس مزمن ويؤدي في دوره إلى تطور سرطان بنكرياس. ولكن بالحقيقة سبب حقيقي ومباشر لتطور سرطان البنكرياس عند هذا الإنسان دوناً عن غيره لسه ما معروف علمياً. أكيد نحن ما بنعرف ليش هذا الإنسان انصاب دوناً عن غيره، لأنه بيكونوا مجموعة إخوي عايشين بنفس البيت، نفس العوامل نفس الحياة، واحد منهم بينصاب، ليش ما انصابوا البقايا؟ علميا لا يوجد تفسير حقيقي. عرفت علي شلون؟ إلا طبعا السيناريوهات المعروفة، واحد صار عنده التهاب بنكرياس بعدين تطور لنخر بالبنكرياس بعدين تطور، يعني هذه نتيجة مرض. ممكن يكون في عادات خاطئة نحن طبعا عم نقول أنه نحن بعد عن التدخين بعد عن الكحوليات البداني، أثبتت أنه المفرطة البداني المفرطة هي سبب من أسباب تكون سرطان البنكرياس عند كثير بالأعمار الصغيرة. من صفات سرطان البنكرياس أنه بيجي فوق 60 فوق 70 عند دول المرضى، بس هلا صرنا نشوفه باعمار الشباب للاسف بسبب العادات الغذائيه الغلط، دخول عادات او مواد غذائيه جديده على حياتنا ما كانت موجوده، ادت الى مشاكل هضميه، عسر هضم، تاثير على غده البنكرياس، ضعف بافراز الانسولين، السيطره على عدم السيطره على السكر في الجسم، كل هاي المواضيع ادت الى تغير نمط حياتنا. فلذلك ممارسة الرياضة، الابتعاد عن التدخين، اتباع أساليب غذائية صحية دقيقة، والتركيز على الألياف والخضروات المزروعة العضوية اللي ما فيها مواد كيماوية وأسمدة كتير، كل هالقصص هاي أكيد نصائح تقي من سرطان البنكرياس ومن السرطانات بالعموم. ولكن هل كل حالة وراثية مفروض أو مجبرين أنه نشوفها مرة ثانية بالعيلة؟ ليس بالضرورة. برجع لنفس النقطة اللي قلتها عن NGS والتحاليل الجديدة اللي تكشف الطفرة، أيضا في تحاليل هذا كان بدي اسالك عنه، الخريطة الوراثية حاليا اللي عم يشتغلوا عليها بشكل كتير كبير فعلا. حتى في ناس بلشت تعملها لاطفالهم. أيوة يعني أيوة يمكن والله. ما بعرف اذا وصلت لنا هالتقنيات، في ناس وهو طفل يعني جنين بيقدروا يعرفوا الخريطة الوراثية هذا الطفل للأمراض. هل هو معرض لسرطان البنكرياس في ظل وجود اصابة وراثية سابقة بالعائلة؟ انه اذا هذا الشيء موجود ممكن هذا الطفل يصير نعمل له وقاي، دراسة معينة، فحوصات دورية أكثر، لحتى إذا شافوها ببدايتها يكون في سيطرة عليها. في سيطرة إن شاء الله توصل لعنا إن شاء الله إن شاء الله. وصل هلأ العلاج عن طريق العلاج طبعا موجود، العلاجات المناعية موجودة، التحليل عم ينعمل هون بسوريا NGS. العلاجات المناعية الحمد لله مشكورة وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة عم تأمن ضمن المشافي الحكومية، بالرغم من أنه هي أدوية غالية جدا جدا، ولكن الحمد لله رغم الظروف عم تتأمن، وإن شاء الله يا رب تكون بارقة أمل لجميع مرضانا بإذن رب العالمين. طيب دكتور خلينا ننتقل لموضوع جدا مهم
وممكن انه التنويه عليه كمان ممكن يفيد. هلا ممكن كثير عالم عوامل الخطوره لهذا المرض، امتى ممكن يكون الشفاء منه شبه مستحيل او نحن فات الاوان ما بقى نستفيد شيء ومرحله التشافي قطعناها؟ طبعا مثل ما حكينا بعد تحديد المرحلة النسيجية والمرحلة السريرية بنقدر نعرف شو هو الستيجينج أو شو هو التصنيف تبع الحالة المرضية لمريضنا. عوامل الخطورة حكينا عنها وعوامل الوقاية حكينا عنها. الآن إذا كان المريض من الدرجة الرابعة ولا يمكن تمام. تقديم علاجات نوعية لهذا المريض، شو ممكن نسوي له؟ صراحة للأسف بممارساتنا اليومية وبعياداتنا بنشوفها كتير أنه بيوصل لعنا المريض بالدرجة الرابعة وكأنه يعني وصل بالمرحلة الأخيرة ونحن ما عدنا نقدر نقدم شيء لهذا المريض، لأنه بصير مضاد استطباب للعلاج الكيميائي ومضاد استطباب للجراحة ومضاد استطباب لتقديم أي علاج صح. حتى هدفي أو مناعي جديد. هدول المرضى للأسف نعمل لهم شيء اسمه تحسين نوعية الحياة من خلال المسكنات القوية بأصناف عالية جدا قد تصل إلى المورفينات، وبعض المرضى بنوصل لهم إلى شيء هو تقنية تسكين الألم إن كانت بالمعالجة الشعاعية المباشرة على الغدة البنكرياس أو محيطة أو من خلال شيء بنسميه تسكين الضفيرة العصبية المحيطة، بنحقن الأعصاب بمواد مسكنة ممكن تكون مباشرة بقلب العصب أو بمحيطه لحتى نقدر نأمن لمرضانا يعني مثل ما بقوله تسكين خلال هالفترة هاي الصعبة. الستيج 4 أو المرحلة الرابعة للأسف ما زالت الخيارات محدودة بالعلاج ومنسميها نحن علاجات تلطيفية لهدول المرضى. برجع وبأكد على الكشف المبكر هو أساس في كل أنواع السرطانات وخصوصا سرطان البنكرياس. كل إمتى دكتور ممكن نحن نعمل فحص دوري؟ بصراحة نحن أهم شغلة أنه ما نهمل أعراضنا مهما كانت بسيطة، لازم نراجع الطبيب ونعمل تحاليلنا وصورنا الدورية، وإذا كان عندنا قصة عائلية فالأمر مضاعف لازم يعني عليكم لازم يكون في عندي هون صور كل 3 شهور كل 6 شهور نعمل إيكو نعمل تحليل نعمل طبقة محوري مرة بالسنة، يعني في سياق المراقبة وهذا الشيء مهم جدا. أكيد الله يشفي الجميع يا آمين رب. يا رب. وشكرا لك دكتور المعلومات اللي تعطينا إياها ودائما تعطينا جرعة هيك من الأمل. أمل إن شاء الله دائما مع الأمل ما في شيء بيروح. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك دكتور وأكيد بنتمنى ألف سلامة للجميع. آمين يا رب العالمين. شكرا. أهلا وسهلا.